استعاذة. قال الإمام الجواد عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء، فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني من سطوات البلاء، ونجني من مفاجأة النقم، واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم، واجعلني اللهم ربي في حما عزك وحياطة حرزك من مباغتة الدوائر ومعاجلة البوادر. اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها، وعرصة المحن فأرجفها، وشمس النوائب فاكسفها، وجبال السوء فانسفها، وكرب الدهر فاكشفها، وعوائق الأمور فاصرفها.